الآن ينضم إلينا السيد نبيل نور الدين المختص في الحضارة الآشورية. أهلا ومرحبا بك ضيفا كريما علينا سيد نبيل نور الدين. يعني أهمية هذه الكشوفات الأثرية، الحضارة القديمة في العراق بلاد ما بين النهرين فيها الكثير من الكشوفات الأثرية، ثور المجنح أو اللمسو هو جزء من هذه الكشوفات الأثرية التي حتى الآن إذن يتم اكتشافها واستخراجها من باطن الأرض. ثور المجنح لمسه رمز القوة الحكمة الشجاعة والسمو، أهمية هذه الكشوفات في هذه المرحلة وكيف يمكن أن نحافظ عليها؟ كما تابعت رأس هذا الثور مقطوع ولكن سيتم إلصاقه الصقر الجسد بالرأس. تفضل. بكم وبقناة الشرقية، بالحقيقة العراق هو مثل ما عايم على بحر من النفط هو عايم على بحر من الآثار، والعناصر الحضارية التي تمثل هذه الآثار رفضت العراقيون القدماء، رفضوا بها الإنسانية في مجالات عدة، وكاد لهم فضل كعراقيين أن يكونوا هم أصحاب هذه الابتكارات والاختراعات التي سجلت باسمهم. طبعا مو العراقيين سجلوها، لكن الغرب اللي درسوا هذه الحضارة أولا، ومن ثم نحن كباحثين عراقيين درسنا هذه الحضارة وقراءاتها ونصوصها، ووجدنا أن ما تمثله حضارة العراق القديم أو حضارة بلاد الرافدين نزه بها ونفتخر بها. عندما نكون بأي مكان بالعالم فقط عندما يعرفون أننا من العراق أو من مدينة نينوى أو من مدينة بابل، لما أقول لهم أنه أنا من نينوى يعني لا يصدقون، ما يصدقون أنه أنا، لما أقول لهم أنه أنا من نينوى فيقولون يعني أنت تشوف نينوى بعينك، تشوف المواقع الأثرية بعينك، تشوف البوابات بعينك. طبعا جامعتي هي أمام مدينة نينوى وأمام بواباتها.